ومن جو الأنشطة وفعاليات الصيف راح ننتقل وياكم إلى جو مليء بالخفة والسرعة والحيل والخدع البصرية. عالم لا يحتاج إلى لغة المنطق بالتعبير، وإنما مهارة الذكاء اللي تبهر المشاهدين وتدخل روح التسلية والتشويق والإثارة. اليوم خلونا نستمتع معا بخوض تجارب جديدة في عالم الخدع البصرية والتعرف على هذا العالم أكثر مع لاعب الخفة معي نلبستكي. صباحك وأهلا بكم صباح الشرقية. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني. أنا ما أشوف نفسي غريب على صباح الشرقية، انا والجمهور الحبيب العراقي بيتك هذا، دائما يعني مفاتحين بابكم لنا، فيشرفني ان اكون متواجد معكم اليوم. ان شاء الله الاشياء اللي نسويها تكون خفيفه على قلوبكم، على قلوب المشاهدين بدايه الاسبوع، وان شاء الله اسبوعهم يكون مليء بالحيويه مثل ما قلت. ان شاء الله. شنو محضر لنا اليوم معين؟ نشغل الميوزك. يلا نشغل الميوزك. يلا نسمع مخرجنا نشغل الميوزك. ما شاء الله something amazing، شيء عجيب. يعني درد اقول شلون بس ما والله برافو عليك مارين. الله يخليك. خلينا نجرب شيء مع بعض، اختيروا لنا لو بتقبضين ايدك مع بعض. تمام. تفتحين اول صبعين مع بعض، تفتحينهم. تمام. وتناظرين من بين الصبعين كأن الصبعين قطعتين مغناطيسيتين. اوكي. قاعدين تجذبون اكثر واكثر واكثر مع بعض. اول ما يتسكرون الصبعين تسكرين عينك اكثر واكثر كأن قطعتين مغناطيسيتين تسكرين عينك. اوكي. تسكروا من نفسهم، انت سكرتي يدينك. ابغاك تتخيلين كأن القطعتين المغناطيسيتين
تجاذبوا مع بعض كانها قطعه صلبيه ما ممكن تفتحين ايدك، تهزين راسك لحظه ما تعرفين ان ما تقدرين تفتحين ايدك من بعض. صح؟ تسكروا صح؟ صح. تسكروا ايدينك مع بعض. صح. ما تقدرين تفتحينهم صح؟ مثل ما ايدينك تصلبوا صاروا قطعه واحده، لسانك يلصق بالقطعه السفليه من ثمك وما راح تقدرين تفتحين حلجك او تفتحين ثمك، صح؟ هزي راسك لحظه ما تعرفين ان ما تقدرين تفتحين ثمك، صح؟ هزي راسك يوم تعرفين ان ما راح تقدرين، صح؟ اوكي. لو حاولت اني اناديك باسمك ما حتقدرين، لو قلت لك شو اسمك ما حتقدرين تقولين اسمك، هزي راسك لحظه ما تعرفين ان ما راح تقدرين تقولين اسمك، صح؟ صح؟ شو اسمك؟ حاولي، ما راح يصير. ما راح يصير، صح؟ ما راح يصير. لا، اوكي، اوكي، ثانك يو. شكري عينك، اي خلي. خلي عينك سكري. طلعونا من الاستوديو. لا تشوشون عليها للي موجودين في الاستوديو. ما راح تقدرين تفتحين ثمك او تقولين اسمك، صح؟ من الحين ورايح اسمك حيكون احمد. هزي راسك يوم تعرفين ان اسمك حيكون احمد، هزي راسك يوم تعرفين ان اسمك. خلاص من الحين رايح لو اي واحد يناجيك وقال اسمك، لو قال لك رولا ما حد ناظرين لهم، ولكن اسمك احمد. هزي راسك انت. اوكي اوكي. ممكن لو تخبرينا شو اسمك في الاستوديو؟ اسمك احمد. احمد صح؟ اوكي. مثل ما عرفتي الاسم، اسمك حيرجع حاليا مثل ما كان في الاول. شو اسمك الاصلي؟ رولا. رولا صح؟ ومثل ما قلتي اسمك حيفتح ايدك مثل ما حاولتي. افتح ايدك 1 2 3 يفتح. ثانك يو. صفقي لها. ما قدرت انطق اسمي. رولا كانت تحاول تقول اسمها رولا بس ما قدرت. الثاني ما يتحرك الراء ما شان يطلع. ولكن استاذ رولا، بسم الله بسم الله بسم الله. استاذ رولا الجو برا حر، ولكن احنا قاعدين في مكان مكيف، صح؟ صح. مكيف موجود واحنا ما شاء الله في بروده والامور طيبه. الحراره احنا نحس بيها المشاعر، او الحراره الانسان يحس بيها بادراكه. صح. احيانا الواحد يكون فاتح الماي وانت ما عارفه، حاطه ايدك ما حسيتي، ولكن يوم شفتي ولا فاتحه ماي حار فحسيتي بالحرقان بعديها، صح؟ صح. ابغاكم تشوفون القطعه الالومنيوم اللي موجوده عندكم، بس تشوفون. ايوه ممكن تاخذين قطعه استاذه ضحى، استاذه رولا. شوفي قطعه، شوفي قطعه ثانيه، ممكن تختاري لي واحده لو حابه. اكيد. اي نلاقي واحده. اوكي اللي انت مبسوطه معها. انا اختاريت هاي. عافية عليك. هذه صح؟ استاذه رولا ابقيها بيدي؟ باقي الباقين، باقي خلاص ما نبغى الباقين. تمام. تفتحي ايدك، تخيلي ان جسمك قاعد يحر والحراره قاعده تزيد بقطعه الالمنيوم. بس سكري، خليها شويه مفتوحه. تحسين بحراره؟ إيه؟ قاعد يحر اكثر صح؟ إيه؟ قاعد يحر اكثر واكثر. لا لما لا. ما تقدرين تتحملين صح؟ حار جدا ما تقدرين، ما اعرف ليش، ولكن احترقت اني. شلون؟ يا جماعه عادي ما في اي حراره. ليش الشغلات كلها تصير وياي؟ لا انا جاي دورها. انا لا الحمد لله انا يعني تعذريني انا اسف. نحطي الورق هاي تحت. يلا الحمد لله ما سووا علي. من الاشياء اللي معروفه عني انا سوري. لا اوكي اوكي. بس حار لانه غريب. من العروض اللي اقدمها شفتوا نبذه منها هي التنويم المغناطيسي الهيبنوسز. اي نعم. اللي شفت يمكن عروض على الستيج الناس يوم يتكلمون يقولون كانهم ديك، صح ولا لا؟ طلع صوت ديك ولا يرقصون ولا هذا. فاعمل عروض كثيره من المغناطيسيه كانوا الجمهور شوي منها اللي هي ما تقدر تتحرك او تتكلم او اسمها يتغير او تحس بحراره بجسمها. استاذه ضحى ماكو ضحى. طيب اخي اخي انت بعيده عني في لسبب. بس احنا متفقين سوين ديد من زمان قايلين احنا انا وياك على الخفايف بس. اوكي. لا انت لو قاعده انت لو قاعده مكارنه لو قاعده مكارنه لو مكارنه خساير انا دير بالك. بس على حظك بعدت شويه فخفت السحر معك. دائما شوف دائما بس تجي قاعد لك انا بصفك. استاذه ضحى
تاخذين البطاقه هذه اي تاخذين القلم ومن غير ما تراوين اي احد لا الاستاذ رولا ولا الجمهور ترسمين رسمه مبسطه ترسمين رسمه مبسطه استاذ رولا هذا ظرف موجود معنا صح ظرف عادي موجود بس من غير ما نشوف ترفعين البطاقه على اساس انا ما اشوف الاستاذ رولا والجمهور ما اشوف لا ما حد يشوف احنا نرجع على حقت ايدي هي اصلا شو الرسمه مال اول ابتدائي فرسمتي رسمه مبسطه بعد ما تخلصين الرسمه بس تقولي لي استاذه بضحى وبعدين خلصنا. نشوف شو يصير يلا رسمنا الرسمه رسمتي خلصنا. اوكي البطاقه تحت حط القلم بعيد خلاص ما نحتاج القلم البطاقه بس فيس داون استاذه ضحى هل في اي طريقه انا ممكن اعرف شو رسمتي لا ماكو اي طريقه لا انا صح. لا الاستاذه رولا صحيح لا الجمهور شاف ما حد شاف يا ابا الرسمه شاف. هذه بينك وبين نفسك صح 100% لو ما عليك يا مارا تسكرين عينك ثواني وحط لما انك تفتحينها ان شاء الله يلا اوكي اوكي تيسر رولا بس دا يرسم ماكو شيء تخافي استاذه ضحى تفتحين عينك رسمتي رسمة موجودة على الطاولة أنا ما لمست أوكي. والجمهور شاف وهو شاهد صحيح الرسمة اللي رسمتيها يلا هل 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 بيها أي صلة إيه؟ لبرجك هل في أي طريقة ممكن لو لا 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 ما فيها صح أوكي بس برجك العذراء لو مش غلطان أنا صح أوكي مخرج طلعني بريك يا أخي قمت أخاف لو نرجع بالذاكره معاك استاذ ضحى اي ونرجع لايام الطفوله حلو اوكي صديقه من صديقاتك بايام الطفوله عزيزه على قلبك اوكي وعندك معاها ذكرى حلو موجود في مخك اي موجود موجود اوكي هل في اي طريقه ممكن انا ولا استاذ رولا نعرف ابد مستحيل صح نعم طبعا لو هل انا مش غلطان لو قلت انه اسمها شويه مميز اي اسمها صح مميز. مش من الاسامي المالوفه اللي ممكن نسمعها لا لا اسمها حتى بين الشعب الحبيب العراقي يعني مش اسم جدا متداول صحيح صح صح في ذكرى بينك وبينها صحيح. كمان في بالك رقمك المفضل خلينا نخمن شو رقمها المفضل على بالك ممكن يمكن سبعة سبعة هو أكثر الناس سبعة أنا سبعة لو أنا واقف مع الجمهور وسألت أكثر الجمهور حيقولون سبعة ولكن رقم الأستاذ ضحى المفضل إيه رقم أربعة صح 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 خلينا سكري عينك ثانية شكرا ثانكي خلينا نشوف الكاميرا بس تاخذ الكاميرا هذا لا تفتحي عينك استاذه ضحى لاول مره وانت مسكره عينك شو هو الاسم اللي في بالك قولي الاسم بدون اسم الصديقه اي 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 اوكي اللي هي قولي بس ما تفتحين عيونك اقولها إلاف إلاف باي بس باي والذكرى كتبها بدون ما اعرف والذكرى اللي بينك وبينها إيه؟ لو انا سالت اي احد اتذكر شغله مع صديقه وصديقه لايام الطفوله اتذكروا ايام المدرسه في ساحه المدرسه ولا بس انت قاعد تفكرين بشيء ثاني لا توتالي ذكرياتنا مو بالمدرسه كانت أوكي. الذكرى اللي بينك وبين الاستاذه ايلاف وجه لها تحيه اكيد لو شوفنا اكيد تبعث لك مسج انت والاستاذه ايلاف كنتوا في المسبح صح ماي جاد صراحه جبار بس لحظه احنا نسينا شغله يا الله شو اللي موجود قدامك من فتره اشيله لحظه رسمتي رسمه صح انا ما لمست الرسمه لا انا ما شفت الرسمه الاستاذه رولا ما شافت الجمهور لا. ما شاف انت رسمت رسمه انا جيت وكتبت ورسمت لي رسمه وانت مسكره عينك لأول مرة استاذ رولا ما تشوفين بس ترفعين اوكي على الكاميرا مع بعض مع بعض واحد اثنين ثلاثة تلفين الصورة هاي نفس الرسمة
مو قلت لكم رسمه مال اول ابتدائي هو مال رسم صراحه. شوفوا الورقه بس خلي الكاميرا عليها. او ماي جاد او ماي جاد اريد اتعلم ولا خدعه واحده. اريد بس اتعلم خدعه واحده يعني حتى هنا فيها عده. بعد البرنامج حنتظر اعلم وعد مني اعلمكم حركه جنونيه تعملوها مع الاصدقاء مع الاحبه لو حابين مع الجمهور المره الجايه ان شاء الله. هذه كانت حركاتي وجزاكم الله خير. شكرا شكرا جزيلا لك. هذه تحتفظين فيها تعطينها هاي احتفظي بها لانه هاي اخترقت افكارك كلها. وفوقها وفوقها ممكن نعطيها هي الصوره. الله انقلب هديه مني لك. شكرا جزيلا. والاستاذه ايلاف تحيه لها. ايلاف صديقه الطفوله والله صدق ايلاف احلى الذكريات وياها. عاشت ايدك معين. شكرا جزيلا وعاشت ايدك معين. شكرا لوجودك بصباح الشرقيه. دائما عسى استمتعت وعسى استانست وعسى الجمهور ان شاء الله حب الحركات اللي عملناها. دائما دائما وجودك بصباح الشرقيه وجودك يكون مميز. شكرا. وراقي والالعاب اللي يسويها والالعاب الخفه بالتحديد يعني جدا مميزه. شكرا لوجودك بصباح الشرقيه. اكيد لنا حلقات ثانيه. الله يسلمك الله يسلمك. ابقى ويانا يعني خلينا نشوف تقريرنا لليوم ان شاء الله. من بعد معين تقديم التقرير كله صعب بصراحة. خلينا نشوف التقرير التالي من الناصرية ونرجع لكم. أحمد كلكم تعالوا. أروح على بعيد. عندك حيوانات أليفة في البيت؟ لا الله يبعد لي أروح. أوكي ما عندك. ثبت يدك. أوكي تحت شوي. شوف ناخذ صورة منها. لو أخذنا صورة من يدك هذه فيها بقراية الكف أحياناً. هذه لو أخذت صورة لو حطيت الصورة تحت. أنا عندي حيوان أليف أتعامل معاه كثير. لو شفنا إنه حط يدك. أوكي هذا الحيوان اللي معاي اللي دائماً معاه. يا بو أوكي صورين. أوكي لا إذا راح يجي على إيدي والله راح يصير مشاكل. ما حيجي. شوفي لو انت عملتي املي املي بس اخاف انه تكتمل الخدعه يجيني. املي املي انت كمان اعملي نادي نادي بيدك نادي نادي بيدك نادي. تعالي اصرصر. لا املي هيك املي هيك املي هيك. يكون الرقم للباسورد لموبايلي. هل لا ماكو اي شانس. مستحيل مستحيل انه الرقم الباسورد للاي تي ام يكون رقم لي الباسورد لموبايلي. لا مستحيل. ولكن شو تشيك ذس اوت. فكريني باول رقم. فكريني باول رقم. لا 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 تقولي. اوكي اول رقم للاي تي ام. شوف التلفون لو عملت من فوق لو شفت في ذهني وعملت من فوق أول رقم هذا هو رقم واحد. صح. ثاني رقم. هذا هو رقم تسعة. صح. تعال شوف. ثالث رقم. سألت لو هل ممكن الباسورد للاي تي ام يكون نفس الباسورد لموبايلي. باسورد الاي تي ام مالتي. مستحيل صح؟ ولكن أول رقمين طلعوا صح. شوف الرقم الثالث شوف أستاذ الله. رقم الثالث شوفي رقم الثالث دي مستحيل مستحيل بقى رقم واحد. اخر رقم انت اعملي اصبعك من فوق من فوق اعملي اصبعك من فوق بس لا تقولي بس احس كانه من فوق من فوق من فوق فتح هي فتحت الباسورد مال تليفونك مال الاي تي ام مالتي فتح باسورد تليفونه. انا وقطع بعد اهدي لك هالاغنيه. برافو عليك والله برافو.
حطي يدك اليسار. يدي اليسار علينا فتحها. اوكي اوكي بسم الله. شوفي يدي، شوفي اول ما يلمس قلبي. شو حسيتي؟ دقات قلبك. بوين؟ هنا بس قرا مع اصبعك صح؟ ايه مره ثانيه. بسم الله. اول ما يلمس قلبي، اول ما قلبي يا ولد، اول ما يلمس قلبي شو حسيت؟ دقة 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 قلب صح؟ ايه على صبحك. ايه صبولها تستاهل.